هذه اختك مريضه؟ مريضه. ما شنو المرض اللي عندها؟ ما حماقت مني مشات ماما حماقت. وكنقول لها ودي رجعي بصح نيت من قلبي وحق الله تنقول لها مسامحك دي واخيره قال لي هذوك البلاطه قارونا ولدي وش يضيعوا كبقاو فيا. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. تلقي اتصال من عند الحسين وبناته. الحسين عنده 5 ديال البنيات. قصه كتالم بشكل كبير. الحسين الامل ديالو في الدنيا انه يعيش هاد البنيات ديالو وفق المستطاع، الا ان القضاء والقدر له راي اخر. الواقع انطلقت من الزوجه في لحظه من اللحظات كتغبر هربت عليه وهربت على بناته اللي هما بنات هانيت. مشاهدينا الكرام هاد القصه فيها بزاف ديال المآسي والمعاناه، وانا لا ابالغ في الكلام لان غادي تعيشوا معايا في الفيديوهات ديال هذا الموضوع. الان الحسين خدام في شركه بسيطه 5 ديال البنيات وفيهم وحده عندها مرض عقلي. واش يمشي يخدم واش يقابلها؟ وبناته وحده هي اللي كبيره عندها 23 سنه اللي باقي كلشي صغار. ساكنين في هذه المنطقه وفي هذا البيت اللي غادي تعيشوا معايا القصه كيفاش مشات علاش الاسباب المسببات ظروف هاد الخمسه البنيتات. تبعوا معايا مشاهدينا الكرام غادي ننطلق من البيت الاول هو الوحيد اللي كاين في هاد العائله اللي فيه الابنه ديالو اللي مريضه مرض عقلي. غادي نحاول معاها. كي دايره لاباس؟ لاباس. اش كديري؟ والو والو. مشاهدينا الكرام معايا خديجه اللي غادي تشوفوها معايا بطبيعه الحال في المرحله الاخرى في فيديو ثاني من مورا ملي غنتناول الفيديو مع الاب. هذه اختك مريضه؟ مريضه. ما شنو المرض اللي عندها؟ ما حماقت ملي مشات ماما حماقت، يعني ما بعض المرات كتنوض كتهرس كتشعل العافيه فين ما سكننا كيخرجونا كيقولوا لنا اختكم حمقى فين ما كرينا سيروا. لا اله الا الله. انا اختي كتخرج للزنقه كتبقى 15 يوم كتبقى سيمانه ما كتباتش في الدار. بعد ما كتجي مضروبه كتجي محسنه شعرها كتجي، يعني ما عرفناش شنو كيوقع لها في الزنقه بزاف. انا بغيت اختي تبرو ترجع كي كانت ودير شي تكوين ولا تخدم ولا دير شي حاجه اللي غتنفعها. هي امها ما عندهاش، يعني راه ما عندهاش على من تحط الراس الدريه الا ما دارتش عقلها، يعني ما اعتمدتش على راسها وعلى عقلها راه ما عندها شي واحد. قلتي لي السبب ديالها هو الام ديالك اللي غبرت والمعلومات اللي عندكم منكم باقا في الدنيا. عيطات لينا وكنقولوا ليها جيجي، عيطات واحد جوج مرات جيجي ما بغاتش، قالت لك انا نموت وما نرجعش عندكم، جي شوفي غير بناتك، جي شوفي بنتك اللي مرضت ما بغاتش، قالت لك انتوما ماشي بناتي بعدوا مني خليوني نعيش حياتي بعدوا مني. بحال هكا قالت لينا صافي ما بهذه السهوله. بحال هكا يعني بحال كانت غلاقي انا في الزنقه. انا كنشوف العيالات ما عرفتش هما كيديروا على ولادهم كيجوعوا هما وكيوكلوا ولادهم، وهي كتشوف بناتها كيتعذبوا في الزنقه وكيتعذبوا عليهم الناس وما مستقرين في بلاصه. دابا كو كانت ماما اللي غتقابلها واللي غت ما غيخرجوناش موالي الكراء. اول حاجه كون حنا بقينا في السكنه الاولى اللي كنا فيها قبل ما نمشي كون حنا باقيين فيها. ملي مشات فين ما سكننا كنسكنوا شهر شهرين كيعرفوا اختي مريضه كيقولوا لينا خرجوا خرجوا، كيسمعوا الصداع بصح كينوض الصداع كيتهرسوا الموان كيتهرسوا الجاج ديال الناس، يعني اي حاجه اي حاجه كتهرس كتضارب خويتاتي الصغار كيشدوا معاها الضد كتضربهم كتضرب الدراري في الزنقه يعني واحد الحاله لا اله الا الله. ديتوهاش للطبيب؟ ما كاينش. ديتها لهذاك 36 ديال ميريزكو، قالوا لي سيري ديري ليها التخطيط وسكانر. انا جيت ديك الساعه ما كانوش عندي الفلوس، وملي يعني شويه وجدات الفلوس تعاونوا معايا الناس وجدات الفلوس بغيت نديها ما لقيتهاش. واحد الشهر وهي غابره ما جات صافي. ملي جات هربت لهم السبيطار؟ لا هربت لينا حنا من الدار. جبتوها نتوما؟ هربت شهر وهي غابره. ملي كانت عندنا الفلوس وقلت لها غندك السبيطار هربت شهر وهي غابره. ادا باش جات صافي. ملي جات ما راه واحد الدواء راه عطاتو لنا السيده في الفارماسيان قالت لنا شربوا لها داكشي لاش هكا شويه مكالميه. كيفاش كتعيشوا نتوما؟ باك خدام مسكين في شركه على قد الحال. انا غنقولها كيشد 50,000 والكرا عندكم هاد البيت. بقي معايا وانا غنكمل معاك وغنجي عند الاخت ملف فيه التشويق. مشاهدينا الكرام غادي تشوفوا معايا هذا هو المكان اللي الاب هو قريب مني.
هذا هو الكوزينه اللي عندهم هذاك البيت، كيفاش غادي يعيشوا هاد 5 ديال البنيتات؟ هذا سؤال. مشاهدينا الكرام، باش ما نحرقش المراحل غادي نستمر مازال مع البنت عاد نشوف الاب. انا غادي نشوف معاك. كي دايره انت؟ بغيتي تقراي؟ شنو بغيتي؟ بغيت نقرا. صافي. ملي كتمرضي ولا ما كتعقليش شنو كديري؟ اش كيوقع لك؟ انا مرض. صافي. وعلاش كتهربي على الدار وهادشي؟ مابقاش نهرب الزور. مابقيتيش تهربي؟ ايه. كتاكلي شي دوا انت؟ لا ما تناكل حتى شي دوا. صافي. مشاهدينا الكرام، انطلاقا من الاختفاء ديال الام على الضريبه هي هادي، وغادي نشوفوا امور اخرى. اختي خديجه شكرا لك، وغنرجع عندك في الاخير. مشاهدينا الكرام، نتنوي الراي العام اكثر في الموضوع. انا مع با الحسين، غادي نشوف مع السي الحسين. المراه تزوجتي انت وياها 24 عام، غبرات، هي مزيوده في 1976، خلات لك 5 ديال البنات وخلات لك وحده مريضه. الناس شافوا فين ساكن، كتشد 50,000، دخلت بك الدنيا. كي غدير لهذا الشيء؟ عاود ليا العلاقه ديالك بالمراه من الاول. المهم هذيك المراه من نهار خديتها وانا كاري، ولكن المهم كنخلص الكره ديالي وغادي على قد الحال. داكشي جاب الله كناكلو كل مره. واش المهم قبل ما تمشي بشي 5 سنين قلت تقريبا، دابا ولات كتخرج كتمشي كتقول لي كنمشي نجي نعاون شويه عند عائلتي ونجيب شويه من نجيب شويه. تنقول ما كاين باس، ولكن ولات كتعطل 12 الليل وحده الليل كنخاصم عليها، وتا الدريه تاهما كيخاصموا عليها وداكشي والو. بحال كنهضر مع واحد المره قالت لي ودي انا غنسافر عند با البلاد الورزازات. قلت لها سيري، كانت عندي شي باركه عطيتها ليها، ودات معها الدريه دنيا وفاطمه اللي كبر منها، ولكن ما مشاتش للبلاد، رجعات هنا لعين الشوق لعند واحد البروش تما كاينه. وفاش دوزو شي 12 يوم فاش جاو داكشي هاد الدريه هادي والاخرى عاودوا لي قالوا لي بابا راه كاين وكاين وكاين. سكت انا درت بحال ما فراسي والو. داز شي سيمانه تعطل ما جاتش كاع نهائيا، وصلت شي 3 الليل وكانت الشتا كتصبق عاقل، وانا نوض هادو مساكن من الناس كنت ولاد وبعايا وزيت بطرقه ومشيت كيوريو لي الدار. جيت لعين الشوق ديال الطاكسي وراوني الدار، بقيت كندق كندق ما شي حل. وشو شديت نطرقه بقيت كنضرب في الباب تتجمعوا الدراري الصغار وداك الشيء. دابا ديك الوقت عيات بالي هي كطل، قلت لها حلي الباب. هرطات حلت طلعت كنجري، طلعت هذاك لقيتو كاين شي سطوحات ما شي حوان تما في عين الشوق قال مع سي المسحره. هبط نقص فوق الحوان تهرب، بقيت هي. المهم خرجت شدوني الدراري شي دراري معقلهم خافوا نضربها حيدوا لي نطرقه. ديت الكومساريه ديال القدس دوري ما كلمة وديها واقعة واقعة. قال لي ديك الساعة تخليها وتجي عندنا من شتا بحوش دابا ما عندنا ما نديرو لها. صافي بحال هكا خرجوني وكاك. وقلت انا نشوف واش غندير. رجعت عاوتاني ودبرت على طاكسي جاني حتى المحل. قلت الصباح نشوف واش غندير. الصباح فقط لقيتها ما كايناش. من تما غبرت. من تما غبرت، مشيت درت بهاد الشكاية هادي وديت معايا الدريات لعند الوكيل، والوكيل صيفطني لهاد الكوميسارية القدس. الكوميسارية القدس صيفطني واحد الكوميسار ديال عين الشوق وتسنطوا ليا وعطاوني هاد الورقه هادي وقال لي يكون عندها شي تليفون. انت ملي دخلتي لهاديك الدار شفتيه هو؟ لا هرب. لا دابا واش عرفتي انت هرب؟ واش شفتيه؟ لا ما شفتوش. شفتيه انت ملي هرب ولا كيفاش تخيلتي بلا هرب؟ حيت هذاك البيت راه باينه كان فيها كانت هي وشي واحد، وكاينه طفايات الكارو وواحد الباسه صغيره شاعله باينه بان هذيك. واش قالت لك هي ملي دخلتي عندها؟ قالت لي راه شدني بزز. يعني هي اعترفت لك؟ لا هبطات ماشي طلعت عندي انا، حيت كان مسدي الباب تاع الحديد هبطات عندي لتحت. شكون هذا اللي شد بزز؟ هذيك خينا اللي كانت معاه قالت. وهذا الشيء قالته هي ملي تقدمت عند وكيل ملي قالته؟ ما تقدماتش. دابا قلت لك مشيت للكوميساريه وقالوا لي كنتي زعما ما تخليها تم هي وهذاك وتجي عندنا. قلنا حنا نمشيو ديك الساعه. يعني اللي فهمت انا انه انت ملي قالت لك هاد جوج كلمات مشيتي للامن، ملي مشيتي للامن هي خرجت مشيت فحالها. لا جيت انا وياها للدار قلت نخليها حتى الصباح ونشوف واش غادي ندير، نشوف شي حل. لقيت معاه بالسياسه تجد الدار نعس. علاش انت ملي لقيتي هذيك الساعه ما تمشوش للامن مادام انت مشيتي وديتي بناتك وديتي المطرقه وديتي؟ راه مشيت لعندهم الكوميساريه ديال القدس بيرمانونس باللي مع شي 3 الليل، وقلت لهم شنو كاين. وكما عاودت لك انت قالوا لي ديك الساعه ما كنتيش زعما كنتي تجي عندنا حنا ندخلوا حنا اللي غادي نشدوه ونشدوه باش نلقاو داك الشيء بالحجه. دابا حتى الغدا وسير عند الوكيل وشوف واش غادي دير. داك الشيء اللي قلت مشيت الصباح ان شاء الله ونشوف واش غادي ندير. شديت مع الخاطر نعسنا زعما كاين الصباح فقط ما لقيتهاش. تما غبرت من تما لدابا. واخا هاد الكلام اللي قالت لك هي، هذوك اللحظات اللي لقيتي انت في هذاك المنزل ولا ذاك البيت، قالت لك واحد شدني بزز، اعطيني بالتدقيق اش قالت لك؟ قالت لي راه شدني بزز هادشي اللي قالت لي.
بحال هكا قالت لي شدني بزز ودخلني بزز. واش قالت لك هو متكرفص عليها ما تكرفصش عليها؟ لا ما سولتهاش داك الشيء انا كاع، مادام هي باركه معاه تمايا ما فهمتش. وكوك وبعض المرات كتعيط وكتبغي تسولني على بناتها وكنقول لها ودي رجعي وبصح نيت من قلبي وحق الله تنقول لها مسامحك دنيا واخيره. قال لي هذوك البنات قارونا وانتو شي ضيعوا كتبقاو فيا انا كنتقاتل معاها وانا خدام وكنمشي للخدمه الصباح بس الصباح ما كنجي حتى 16 ساعه العشيه نجي كنلقى بخصي بقى نجمع فيه وقلب على هذه فينا هي كنخاف عليه وقلب على هذه تلقى هذه ما تلقاهاش وسيرتو كملت عليا هذه كملت عليا مرضات لي هذه المرضه وما كاينش كيتقبلها. قلت لي شي بلاصه كينوضوا لي الجيران كيخرجوني كنخرج كنقول اه بصح عندهم الحق ديري بعض المرات كتفيق الصباح كتغوت كدير الى شي واحد شد ملعكس كتقدر تشير عليه بشي حاجه. انا عضاتني من رجلي ثلاث شهور وانا كنداوي فيها انا براسي ما عرفتش اش غندير. كنمنك الخدمه بحال خصني نخدم 26 يوم كنخدم بعض المرات 20 يوم دابا والله الا بارك 10 ايام على قبل حق الله كبرك 15 يوم والنهار اللي ما تخدمش ما كنتخلصش فيه والمشاركه الله يجازي به خير الله يرحم لي الوالدين شاد لي وقعد لي 63 عام وما كندير والو عارف بقات عندي صحه ما كملت النقاط زعما قابل عليا. اما هو هذوك اللي خدامين تما وداك الشيء اللي مقابل الاداره الا ما نقت شي حاجه كيحيدوها ليا وغير هاد الدار هادي وقسم لي كيبان لي يلاه تلتيم هادي باش جيت لها وعطيتهم ولا ما عنديش فلوس عطيتها. شحال كريتي دابا هاد البيت هذا؟ 18000 ريال وعطيتها 7000 ريال هي في الرباط كنهضر معاه بالتليفون السمسار لاقاني معاه واحد خويا راسك الفوق تاع العشية يجي 7000 ريال ترى الشر نكمل لك. البارح وهي تعيط لي في العشية مع المغرب يلاه خرج بحال هكا الجامع مع المغرب قلت لها واش تبغي؟ قلت لها نعم لا خصك حليمة. قالت لي ودي راه عندك شي درية حمقة ودي منك؟ قلت لها ما عندي لا حماق لا والو واش من حمقة؟ قالت لي لا راه الجيران عيطوا لي قالوا لي بأن عندك شي درية حمقة وتشعل لها العافية والدنيا. قلت لها ودي ما قديش نقول لها الصراحة حتى تجي تخرجني ما دبرت. قلت لها ما عندي حتى شي وحدة حمقة. قالت لي أنا غنجي نتأكد. قلت لها جي تأكدي وما عرفت ما ندير تلفت ما انا بغيت هذيك الدريه الدواء ارتاح من هذيك وراه عندك شي قسم الله كنشد راه عايش به ماشي كوم. المهم راه واكل شارب الحمد لله خلص كرايه عليك الجدي. دابا البنيتات الاخر ما عرفتش غندير لها. البنيتات كاملين خمسه هذه مريضه بقاو اربعه من بعد ولا بقاو عندك ثلاثه وحده قلتي خدها شي وحده من العائله قال لكم انا نكبرها. بنت خالتي هذيك ملي كانت عندها عام هذيك السيده ما كتولدش وخدامه وظافه هي وراجلها و سقاتني عليها وقلت لها هاكي والصراحه راه مهضيا فيها راه مدي هذيك شامبيون تاع المغرب في تيكواندو داك الشيء كيقول لي تروا فوا مزيانه كتقرا مزيان. العائله ديالك انت وهذا ما كاينش اللي يقدر يساعدك على هاد البنيات. دابا عندي ولاد خويا في عين الشوقه وقال لهم ما كيشوف فيها ما ويتش بحالك ولكن هادشي بغى الله ما مسك عليهم الله ولكن شحال قدهم يعطيهم لي. بعض المرات كنمشي عند هذا كيعطيني 500 درهم دابا بعض المرات كيدخل بصراحه كي وبالتليفون كنحشم كاع نوصل كاع واخا تيقول خصك شي حاجه ما كنقدرش ما عارفين ظروفي. وواحد مسكين دابا في فرنسا يلا ما عرفش سيمانه هذه عطيت لنا 7000 ريال سيدي صيفط لي 500 درهم جيت نقلب ونلقى بحال في التليفون عندي. الله يفرج عليك يا ربي الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا بشكل مختصر القصة واضحة، الحسين تزوج عطاها ربي خمسة ديال البنيتات وحدة مريضة. الزوجة كما دلا بأمور تتعلق بالخيانة الزوجية من بعد غتختفي على الأنظار ولا كيقول مسكين غير تكمل هاد البنات لأنه كما كان الحال نوعية إشكال اللي في الموضوع ديال الخيانة ولا هو كيقول انا نمشي في حالي غير هي تقابل هاد البنيتات وانا نساعدها الا انها لها راي اخر ما عرفاتش هاد البنيتات. نطلب الله عز وجل وجل المغاربه اننا نساعدوا هاد العائله وفق المستطاع. غادي نوضعوا رقم الهاتف ديال الحسين ولا ديال بنته لانه الوضع ديالو صعب كاريبيت الوضع الصحي ديال البنيه ديالو نتوما شفتوه وكيفاش غادي يواكب الحياه مع خمسه البنيات فيهم الصغيرة الكبيرة فيهم عندها 23 سنة واللي باقي كله صغير. مشاهدينا الكرام الحسين دخت به الدنيا النداء ديالنا المغاربة في المغرب وخارج المغرب نساعدوا العائلة وفق المستطاع كذلك المسؤولين فيما يخص التطبيب ديال هذه البنية لأنه هذه البنية الآن كتولي مهددة أمام الشارع مددة ساكنة لأنه الشخصية فاقدة للأهلية لا تدرك ما تفعل. مشاهدينا الكرام لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع غادي تتبعوا معايا الفيديو المقبل مع البنية الكبيرة اللي هي 23 سنة حتى هي أزمة أخرى في نفس الموضوع
تعرفت على شاب ولدت معاه جوج ديال الاولاد بدون عقد، كيوعدها اليوم غدا اليوم غدا، من بعد اختفى على الانظار حتى هو، وهذا زاد الطينه بله وشكل كارثه بالنسبه للاب. مشاهدينا الكرام، البنات كما روى السي الحسين بالنسبه لي قنبله ما يقدرش يواكب معاهم الحياه من جميع النواحي، سواء المراقبه، الاهتمام، التواصل، الدعم المالي والمعنوي. الام لها دور كبير، الا ان الام كتشوف هذه الامور وخلات هذه العائله بهذه الانتكاسات الان ولم تحرك ساكنا. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا الفيديو المقبل مع الابنه ديال الحسين اللي تاهي نفس القصه في نفس الموضوع. شكرا لكم.